احنا لو يريد صنع السيارات في الجزائر فتكون له كل التسهيلات، تصنع بالنسبه للجزائر وبالنسبه للمحيط تاع الجزائر، المغرب العربي وافريقيا. لحد الان ما عندناش شركه صينيه اللي تصنع، مرحبا بك. حتى ونصلح كذلك البطاريات الكهربائيه، كما اتفقنا مع فخامه الرئيس شي جين بينغ، 60% من السيارات الكهربائيه في العالم هي صينيه. ولذا نتمنى ان تصنع كذلك عندنا، ولكم كل التسهيلات.